السلام عليكم، انا اسمي مصطفى فري، صاحب ومنتج مزرعه كلاب الكوكيجن او الكوكازي. ابتديت حب الكلاب من الطفوله، ابتديت كمزرعه من 11 سنه. دي الفصيله ديت اسمها كلاب الكوكيجن او الكوكازي، دي نسبه لجبال الكوكاز. فصيلة بتمتاز بعدة مواصفات هائلة جدا. أولا هي عندها نزعة هجومية شرسة جدا ضد الغريب، في نفس الوقت آمنة جدا على الأطفال، ينفع تقعد في بيت، ينفع تقعد في مع عيلة. الكلاب دي زمان كانوا بيستخدموها في الحروب، كانوا بيستخدموها في مطاردة الديابة، لمطاردة حاجات اللي بتهاجم، الحاجات اللي بتحرسها، القطعان اللي بتحرسها. كلاب وفية جدا، عندها نزعة هجومية شرسة ضد الغريب. تمام، انا ابتديت من 7 سنين تربية وانتاج الكلاب الكوكازي ديت. قبل ال7 سنين كنت اربي انواع كتير جدا، لكن استقريت على النوع الكوكيجن او الكوكازي دوت لانه بيمتاز بعدة صفات انا من وجهة نظري بشوفها افضل من انواع تانية كتير. هي كلاب مش مزعجة خالص نهائي، ما فيش منها خوف على الاطفال. في الحراسة هي بتحرس من الدرجة الاولى، وتحديدا لو اتدربت من عمر صغير. تمام، بتمتاز بحاجات تانية كتير. الكلاب دي بتعيش في مصر، يعني في ناس كتير بتقول الكلاب دي ما ينفعش تعيش في مصر عشان الجو الحر، الكلام ده لا، الكلام ده كله ملوش اساس من الصحه. هي القصه كلها زيها زي اي كائن حي، ما ينفعش اسيبه في تحت اشعه الشمس المباشره. وده كلب من مزرعتي اسمه هوجن، الكلب عنده 3 سنين. في اخواته هنا موجودين في المزرعه، وفي كلاب اكبر من كده. الكلب الكوكيجن ما بيمثلش اي خطوره خالص على اهل البيت، اطفال، ناس كبيره، ناس اول مره تربي كلاب. لكن انا بقول الكلب ده بجد افضل بريد وافضل نوع ينفع يتربى لكل حاجه، يعني هو ينفع مع الاطفال، ينفع في حراسه، ينفع. بس برضو في حاجات لازم اهتم بيها، لازم اهتم بالشعر بتاعه اللي هو التمشيط المستمر ليه. لازم، ما ينفعش اجيب كلب كوكيجن او اللي انا خلاص اربي كلب كوكيجن واحبسه في البيت زيه زي اي بريد من الانواع اللي هي الصغيره في الحجم. هو بيحب يخرج يوميا، بيحب يتفسح. تمام، في نفس الوقت بيغير جدا على صاحبه، ما ينفعش اقتني اكتر من كلب، وافضل كلب عن كلب. بيحرس صاحبه او بيحرس المكان بتاعه زي ما بيقولوا لحد الموت، يعني هو كلب عنده نزعة شرسة جدا مع الغريب. وده انا ممكن اوريه لكم طبعا، بس طبعا لان هو ده بيبقى تدريب. هو دلوقتي واقف هادي، واقف كويس. هوجن جود بوي، كلب كويس جدا للتربية. جود بوي، جود بوي. بهتم بحاجات تانية، بالتغذية بتاعته. التغذية بتاعته في ناس كتير بتقول التغذية بتاعته أضعاف أي كلب تاني، الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة. هو بياكل، لو جبنا أي أبود دراي فود هتلاقي فيه جدول، الجدول ده بيقول لك الأكل بالنسبة للحجم. يعني سي لو قلنا الكوكيجن بيتراوح الوزن بتاعه بيتراوح من 65، بيوصل تدريجيا معايا لحد 90 كيلو. بيبقى نسبة وتناسب ما بين الأكل وما بين الكمية، بين وزن الكلب وبين الاكل اللي هيتقدم له. يعني سي لو مثلا لو كلب وزنه 60 كيلو، انا بتكلم لازم اقدم له 750 جرام من الدراي فود. الكلاب المتوسط الحجم زي الجيرمان زي الروت زي كده بتاكل مثلا 450 500 جرام، فالموضوع مش اضعاف زي ما الناس عارفه. بياكل على حسب ما انا باخده على الاكل، باخده على الدراي فود اللي هو الاكل المجفف، او ممكن الفريش فود. فريش فود سواء اكل اللي هو الرول هو اكل الني، او الاكل المطبوخ ما بيرفضش. كلب عنده سرعة بديهية قوية جدا، كلب بينتبه لأي حد غريب داخل، بيميز الأصوات، بيميز ريحته، ومش مزعج. يعني في أنواع تانية بتلاقيها مجرد ما يحس أو يشم حد من على بعد كبير يعمل إزعاج، حتى لو حد ده مش بيمثل خطورة، فقط اللي هو حد غريب. الكوكيشن ما فيهوش كده، الكوكيشن المكان اللي هو بيحرسه مجرد ما بيخلي، مجرد ما الحد الغريب ده بيخش المكان الحيز بتاعه اللي هو بيحرسه، خلاص بينبه أهل البيت وبينبه المكان وبيتعامل. يعني
هو ما بيستناش اللي هو ياخد اوردر، فلا لا هو مش مستناش كده، هو مجرد ما هو اتدرب لو يحرز مكان بيحرز، يعني زي ما بيقول بينفذ على طول. تمام، غير كده انا ممكن اخده معايا اصحابي، اخده واقعد في وسط اطفال في وسط عيله، ما بيمثلش اي خطر. الحجم بتاعه في احجام بتبقى اصغر من كده وفي احجام بتبقى اطول من كده، ما بيمثلش خطوره على وجوده في مكان ووجود حد من العيله، مثلا حد جاي يزورني اللي هو بيحس مع كلمات مني اللي لا ده خلاص ده حد غريب اول مره يخش البيت، بس واقف مع صاحبه، واقف مع الاونر بتاعه. الكلب الكوكيجن او الكلاب عامه الفصيله دي ما بتعاملش صاحبها اللي هو ده المالك، بتعامله صديق ليها. ممكن ما يستناش اللي صاحبه يديله اوردر، لو حس بفعلا خطر بيواجه صاحبه ماشي بالشارع وكلب هجم فجاه ما بيستناش اوردر، هو خلاص بيبقى انا ده صاحبي، ده الصديق بتاعي، مش هستنى ناخد اوردر عشان خاطر احميه، لا بيتعامل. وده حصل معايا شخصيا اكتر من مره، يكون الكلب موجود معايا في عربيتي او بتمشى بيه في مكان حواليا، والكلاب البلدي او الكلاب الموجوده في الشارع بتطلع، هو ما بيستناش، هو بيبتدي يعمل دايره حوالين صاحبه اللي هو حتى لو بليش، ولو اوف ليش لا هو بيحاول يطرد الهجوم اللي جاي على صاحبه ده اوتوماتيك. طبعا لو انت اديته تدريبات طبعا الموضوع بيبقى اكتر من كده، انا بتكلم كصفات موجوده في الكلب نفسه. انا رايي الشخصي، انا في حياتي 7 سنين اللي فاتوا ربيت كوكيجن، وان شاء الله العمر اللي جاي كله مش هربي كلب تاني غير الكوكيجن خالص. ساعات في مزرعتي بيبقى في كلاب تانية موجوده، لكن بتكون كلاب جايه هنا بوردنج اقامه في المزرعه عندي، بتكون جايه كلاب بتتعالج جايه تتدرب عندي في المزرعه، لكن ككلب شخصي وكلب انتاج هو الكوكيجن. يعني ده رايي الشخصي. نيجي بقى للجزئيه الثانيه اللي انا ازاي لو انا هختار كلب كوكازي، قررت خلاص انا هربي كلب الكوكيجن دوت وعايز ابتدي بقى اختار. طبعا في ناس كتير في مصر بيبقى خلاص قرر اللي هو هيشتري كلب، فبيبتدي يتجه لاماكن مش معروفه، وده لاي بريد مش شرط الكوكيجن، وده انا بنصح اللي هو ما يعملش كده، لان هو انت كده هتختار كلب ملوش اصول او كلب الاصول بتاعته مش مضمونه. انا بتكلم ان انت مثلا سيف الكوكيجن عشان اختار كلب، وانا قررت انا هربي كلب كوكيجن ابتدي بجاره، ودي لو انا خلفيه بتاعتي الى حد ما كويسه للتربيه الجراوي، عشان خاطر طبعا نسبه الخطر بتبقى اكتر شويه من الكلاب اللي هي 6 شهور او 8 شهور. ببتدي اختار الكلب الكوكيجن، ببص المواصفات. اول حاجه اللي انا ما اخدش عمر اقل من ال 40 يوم او 35 يوم فيما فوق، ليه؟ لان العمر ده لازم يكون عندي خلفيه في تربيه الجراوي عامه. بختار المواصفات، بختار اول حاجه لازم الهيد او الجمجمه بتاعت الكلب من فوق تبقى هنا عريضه، ما تبقاش حجمها صغير. تمام، بتبقى بالنسبه للنسبه وتناسب ما بين الكلب، بتبقى الجمجمه بتاعته دي من اكبر الحاجات الموجوده في جسمه، الهيد من فوق يكون عريض. تمام، المسافه ما بين العين وما بين المناخير ما تبقاش طويله قوي. تمام، الودان على حسب، لان انا ممكن اشوف كلاب كوكيجن مقصوص الودن بتاعتها سواء جراوي، وده طبعا انا في رايي الشخصي بستحرم ان انا اعمل كده، لان ربنا سبحانه وتعالى خلقها ده شكلها. تمام، الا لما بيكون في موجود عندنا كلاب مثلا مستورده احنا جايبينها من روسيا من اوكرانيا، هما بيكونوا قصين الودان اعتقادا ليهم، لان ده بيكون يعني ما فيش نقطه ضعف للكلب الكوكيجن. انا من رايي شخصي لا، ما فيش الكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى خلقه بهيئته بودنه بكل حاجه، كل حاجه ليها لازمه او ليها استخدام. الودان عندي انا بالنسبه لي او ده الصح اللي هي بتحمي الكلب، لو انا قصيت الودان دي مقصوصه في الكلاب المستورده او الكلاب اللي هنا بيقصوا ودانها ما بتحميش ودان الكلب، يعني لو مقصوصه من هنا ما بتحميش ودنه. الودان دي بتحمي الودن من الحشرات، بتحمي من الامراض، لان هنا حجم الودن عنده كبير، الحيز الدايره بتاعتها كبير جدا. تمام، فالودان دي بتبقى بتحميه. لما باجي اختار جارو زي ما قلنا في الاول، بختار الهيد او حجم الجمجمه من فوق بيكون عريض، المسافه ما بين العين وما بين المناخير بتبقى مش طويله. تمام كده، مثلا سي حجمها يكون مش كبير قوي، صغير 3 مثلا صوابع 4 صوابع جنب بعض. بختار اول حاجه لو انا حد ده بجيب المكان معروف ومكان ليه اسمه، بسال طبعا على التطعيمات، لازم يكون الطعم قبل ما انا اشتريه لا يقل عن اسبوع، لان دي فتره الحضانه بتاعت الفيروس. تاني حاجه ببص على الشعر، بشوف شعر الكلب برده ما هو جرو، ده كلب كبير شعره طبعا خلاص وصل للنمو الاخير بتاعه. ببص على الكفوف اللي هي هوجان سلم، ببص على الكفوف اللي هي الايد بتاعت الكلب، لازم حجمها وهو جرو لازم تبقى كبيره. تمام، ما اجيبش كلب مثلا لا الجمجمه بتاعته عريضه قوي والبوز قصير ورجليه رفيعه زي الجيرمان زي الهاسكي. تمام، لا لازم تكون الكفوف بتاعته عريضه.
لازم الكلب يتمتع قدامي. دي حاجات المواصفات. لازم الصحه بتاعته الصحه العامه، الكلب يكون اكتف، يكون بيتحرك بيجري قصادي، كلب في عزله قاعد لوحده ما بيتحركش كتير، لا برفض تماما ان انا اشتري الكلب ده او اقتنيه، لان في مش شرط كل الامراض اللي ممكن حد يقرا عنها على الانترنت اللي هي تكون ظاهره، في امراض بتبقى كامنه جوه الكلب، بس بدايه الاعراض اللي الكلب ده مريض او مش مريض، اللي الكلب ما يكونش بيتحرك بيجري قصادي، كلب منعزل قاعد على جنب، كلب سيبت انده لا رافض، بنسميها كده المختصر اللي هو كاشش، برفض ساعتها تمام الكلب. خلاص ربيت الكلب ده وخدته معايا واشتريت الكلب ده، ببتدي اسال على تطعيمات، خد تطعيم ايه، خد سوماني، خد الخماسي، لو انا متاكد خلاص ان الكلب ده خد تطعيم ببتدي باخد الدفتر بتاعه معايا وببص على تطعيم النكست اللي هو التطعيم اللي بعديه، وتابع التواريخ مع اقرب دكتور ليا تمام، وبس ببتدي تدريبه، ببتدي تدريب الكوكيجن او الفصيله دي، ببتدي تدريبها في عمر 4 أو 5 شهور، ده تدريبات الطاعه والتاهيل للطاعه عشان خاطر مستقبلا لما ادرب الكلب ده حراسه يبقى الكلب انا في كنترول مني على الكلب. ببتدي الحراسه بدايه من عمر 10 شهور فيما فوق، ببتدي ادرب الكلب حراسه شخصيه اللي هو ازاي يحميني تمام، وازاي يحميني في حاجه واللي انا اي حد يقرب مني يوديني حاجه ثانيه خالص، ازاي يحميني اللي هو الكلب يبقى ليه في كلمات متبادله بيني وبين الكلب، الكلب بيفهمها اوتوماتيك، دي بيكون سر بيني وبينه خلاص، هو عارف اللي كلمه كذا كلمه كذا دي بيني بدي بتمثل خطر، بيبتدي هو يتعامل على طول، ده دي حاجه، والكلب اللي هو اي حد يقرب لي يعضه دي حاجه تانية خالص ملهاش علاقه بالتدريب، بالعكس ده بيبقى سلوك سيء واحنا بنعدل السلوك في المزرعه عندنا هنا. خلصنا التدريبات وخلصنا الطاعه والحراسه، بنخش على الانتاج. الانتاج عشان خاطر ابتدي اقول انا عايز انتج كوكيجن او انتج الكلاب الكوكازي، طبعا لازم اختار بريد كويس ما بين الذكر والانثى، مش لازم اختار الولد كويس قوي والانثى مواصفاتها ضعيفه، ده بيخلي في سلاله موجوده في مصر او في اي مكان السلاله تضعف، بدل ما احنا بنرتقي بها للاحسن بنرتقي بها الاضعف. فطبعا كلنا زمان ابتدينا بمواصفات ضعيفه، كنا لسه الخلفيه لسه مش عاليه، بنبتدي دلوقتي السنه دي ان شاء الله والسنه الجايه والسنين اللي بعديها بنعلي المستوى بحيث نوصل ان شاء الله نوصل للمستوى اللي احنا اللي نصدر لبره، بدل ما احنا كل همنا اللي احنا ازاي نستورد كلب من بره برقم مبالغ فيه، لا احنا هنا في مصر هنوصل لمستوى ان شاء الله اللي احنا نصدر للخارج. يا رب اكون فدتكم في الفصيله ديت. المزرعه عندي اسمها فيري كانال، دي موجوده في جمعيه احمد عرابي في العبور خط 8 جنوب، دي خدماتها كامله، كل حاجه خاصه بالكلاب هي موجوده عندي، من اول التطعيمات التطعيمات الدراي فود الفيتامين الادويه البيطريه كامله، التدريبات معانا هنا 2 مدربين كويسين جدا جدا مؤهلين لتعديل سلوك الكلاب، والتدريبات الطاعه والحراسه موجوده عندنا، اماكن الاقامه كويسه جدا، موجود عندنا انتاج للكوكيجن، موجود عندنا جوازات لحد بيمتلك انثى مستوى كويس وعايز يجوزها، عندنا اكتر من 3 كلاب تمام كده، في منهم المستورد في منهم الانتاج المحلي، بس بتنورونا في اي وقت، المزرعه عندنا مفتوحه 24 ساعه، مش مقيدين بوقت معين عدد ساعات معين، احنا 24 ساعه موجودين وفي خدمتكم في اي وقت، خاصه بالكلاب الكوكيجن او بخدمات اخرى للكلاب. شكرا جدا.